بيتنا الكبير مفايح العالمين وراضي المطير شفت المدى صغير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلد. هلا اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين اينما كنتم. اليوم معنا الشيخ علي بن سلامه وكان معنا ابو جركل وفهد بن فصله لكن اعتذروا لظروف خاصه، ومعنا كذلك نايف الحربي وبدر العوفي. ارحب يا عبد الكريم. يكرم مرحب والله يا ابو حمود، شو اخبارك؟ الله يحييك. طيب ان شاء الله. ما عرفتك وانت قدم. والله حسيتني فهد السنيدي. شو اخبارك؟ الله يحييك. طيبين ان شاء الله. شلومك؟ ابشرك يا حبيبي، شو اخبارك؟ وينك مختفي؟ ما عاد شفناك. قبل شوي كنت معك تستهبل. لا خل اتكلم عن البرنامج. انت اللي وينك عن سهرة العسير. والله شوف اكثر الناس يسألوا وينك وينك، انا والله اني كنت منشغل. يعني مو بس انا علمتهم وش الظرف اللي عندي، عندي ظروف واجده. فمين شغل مضغوط الاخر ولا والله انا كلمت ترى خالد حامد وعلمته قلت ترى قد حجزت انا حجزت خلاص على اني بروح لكن جاتني ظروف واعتذر خبرك ابو حمود لكن ان شاء الله الجماعات هذه ما تفوتها ابو حمود المغانم ما يحتاج ايش دعوه ايش الاخبار خلنا لا والله لا والله انا حلف قسم بالله خشمك والله العظيم ما يصبغ ولا قوه ابو حمود يصلحك يا اخي الله يحيي ابو حمود الله يحييك والله صدقني خرمان قهوه انا مو قصد عشان الهواء غيره تقهوى تقهوى مرحبا ومسهلا يا مرحبا والله مسهلا يا حبيبي احييك يبقى. الاخبار والعلوم والله كايفه كايفه والله اذا مجامله كايفه اقدع يا حبيبي اقدع لا والله مدك الله بيمين لا ما بيها والله ماكل انا شوكولاته والله شو اسمه؟ ماكل شوكولاته شو اخبارك ابو حمود؟ والله ابشرك طيب ان شاء الله شلومك؟ يا اخي يقول لك بعض الناس سمعت عن قضايا يقول لك بعض الناس عيد بالله ما اشتراك يجيك مجحف اول شيء مجحف بحق اهله بحق امه حق ابوه حق الناس اللي حوله عرفت؟ عيد بالله اذا شاف اتصال من امه ولا ابوه ولا احد من اخوانه اكنك رجال لاطمع على وجهه يتضايق عيد بالله ما اشتراك واذا دق عليه واحد من اخوه لبيه وسم وما ادري وشو يهليه ويحييبه ايش رايك بالادمي اذا تكفى هذا للاسف انه خاصه في والدين عاق ترى يتفر من العقوق بعضهم يسجل حتى في الاسماء ترى من بر الوالدين ممكن تسجلهم اسماء حلوه يا رجال والله جيت على موضوع سلام عليكم والله يحتاجكم صراحه اي موضوع قد سلمنا عليك اوه مرحبا قد سلمنا قد سلمنا ما قابلتك لا شو ما كنت لابس شماغن ما انت لابس ستره والله حياك الله يا مرحبا يا هلا مساكم الله بالخير جميعا يا مرحبا مسي على جمهور الله يشاهدونا من خلف الشاشات الله يمسيهم بالخير الله يرضى عليكم ويسلمكم الله ضياكم نتكلم قبل شوي ابو مبارك انت ابو حمدي ايوه اسلم انا ابو حمود نتكلم عن الرجل إذا جاء عند أو جاء اتصال من أهله عرفت؟ أكن واحد أطمع على وجهه عيد بالله ما اشترى جيب له اللي يقدر أهله ولا يقدر أمه ولا يقدر أبوه خلاص الدنيا تسود في وجهه إذا أحد من أخوانه طلبه طلبه ها قصدك كان يطلبونه خدمة وإذا واحد من أخوياه دق عليه فزع فزع أبشر بالله نقصه على ذيب ذيب يطلع فايش رايكم بالله ذا الشخص هذا؟ صراحة لا 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 شوف أنا قلت لك أنها خاصة في والده يعتبر عقوق يعني بعضهم لا شاف اتصال ابوه اوف الايه القرانيه وش تقول؟ وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قول الهي بعضهم ما شاف اسم ابوه ولا امه اوف تضايق تفف ها ولا اتصلت امه اكيد تبي اغراض ما عاد يرد خاصه قده مع اخوياه وذا ما يرد عليه علما يقول لك كان يعد احد التابعين او ما ادري احد الصحابه الغبار لما تنفض فرشه بجنب امك او ابوك تنفض فرشه كذا ويجي شيء من الغبار اوكي يجي شيء من الغبار عليهم اوكي يعتبر يعتبر عقوق تكفى مبارك اشرب بعد اذنك يعتبر عقوق مبارك اشرب حبيبي تفضل يا حبيبي تفضل يقول لك كمان يقول لك احد الصالحين واحد اصحاب والله ماني ما اذكر يقول لك كان ما يمشي على الغرفه اللي فوق غرفته فوقها والدي صحيح يقول درجة انه طلع اهله فوق والله شوف 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 في كلمه ذكرها شيخ تكلم مره يقول يعني اللي امه
اختاره من بين اخوانه الشغله ترسله فيها فضل اللي هو ففضل له ان الله اصطفى تحب شغلته الرب هي تحب شغلته وربي يحب لها الخير كلامك صح لا اله الا الله يعني بما ان ربي خلى سخر لها بانها تتصل عليك انت وتطلبك انت تحديدا من بين اخوانك كلهم خاصه مثل ابو مبارك مثل ابوي الله يطول بعمره امي دائما هم اللي يوصوني روح بدر روح لانهم يحبون شغلي يعني محمد اخوي اللي ارسلوه ما يجيب الشغله يعني كويس يعني بدر قحطاني بار يا خوفي لو سمحت دقيقه يا خوفي دائما يحب يوصيني روح بدر جيب كذا جيب كذا انا استانس مو بقول والله انه ابوي ما يعرف الا انا واخواني ابو عابد موجود لا 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 محمد مدلع ابو عابد ما عليك ابو عابد لو سمحت ابو عابد لو سمحت اصبر بقول لك الحين ابوي ما يوصي محمد ليش؟ لانه لو وصى محمد اخوي ما يجيب شغله كامله متكامله نعتذر منك اخوي محمد القحطاني على الكلام البدر من معليش معليش محمد اخوي انا معليش ابو عابد انا ماليش دعوه احنا عارفين الحقيقه محمد لا تضايق محمد احنا عارفين الحقيقه امي دائما لو وصتني في حاجه واحده اللي ما اجيبها كامله اللي هي التميس لازم يجي نص قطعه بطني ربع تميس كذا هذه المشكله عندي والله يوفقنا ويوفقنا الله يرزقنا برهم ويرزقنا بر والدينا انا جالس اقرا هناك مكتوب وقف الام جماعة فالأم بدا ما شاء الله دشنا هذاك اليوم الموية الموية نشربها وقف الأم والموية هذه بعد فيها مكتوب وقف الأم جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله يعني وقف بدا وقف الأم الوقف بدا وقف فيه تقريبا 230 ألف سهم السهم 100 ريال 100 ريال ما هي مخسرة إن شاء الله ليش مبارك؟ وقف الأم وقف الأم دام هم جبت عطايا بر وما بر والدين وتطيعهم سواء في أي شيء ف 100 ريال ما هي مخسرة 100 200 حط سهم سهمين قدر المستطاع يعني أبو وافي أبو وافي آسف أبو مبارك دامهم قد اكتمل وقت بر الوالدين ايه ان شاء الله وقف الام انها بيكتمل باذن الله باذن الله والله يا اخي الناس فيها خير الناس فيها خير ولا ترى ما هي مخسره يعني 100 ريال بالسهم اقل شيء سهم حط سهم الحين في وقف الام وقف الام دشنا هذاك اليوم انا وسعود فهد هنا والشيخ قبل كم بالوالدين بر الوالدين اكتمل الحمد لله خلاص هذاك اكتمل دشناه وبدا وقف الام بدا في مكه صح؟ اي وقف الام مكه يعني ميزته ما شاء الله تبارك الله الاجور مضاعفه تصدقت الاجور مضاعفه باطهر بقعه على وجه الارض وفيه بر الوالدين لامك صحيح عرفت ف 100 ريال اتوقع ما هو خسرت احد مو بشرط 100 اقل شيء حتى اللي ما عنده 100 عادي يدفع 50 لو حيحطه في 100 وغير كذا واللي ما عنده ينشر ينشر تغريدات المكتب نعم خل غير حسابات شوف على الشاشه شوف على الشاشه اي نعم حسابات ارقام هذا فالحمد لله يعني الدنيا فيها خير والناس يحبون الخير والناس يحبون يقدمون صحيح. فوالله استغلوها والله واحد ما يضمن حياته متى ربي يطلع امره صح. او يرسل امره صح. بعض الناس ايش يقول بعض الناس يقول ما معي فلوس انا اقول الشخص اللي ما معي فلوس ذكر غيرك انا ممكن ارسل لمحمد مكي على الواتساب صحيح. بارقام شو اسمه الحسابات اللي الراجحي والاهلي او ما نحول ايه للوقت يحول مكي سبحان الله يجي الاجر لي انا الله أكبر. وما ينقص من اجر مكي لو الله اكبر الله اكبر وفيها نشر خير فيها نشر تالف نشر ترابط بين المجتمع نشر يكون في تعاون بين الناس يفقد الوالدين والله انك تنشر يعني لا سيما الوقف في مكه كمان فدي الاجور مضاعفه كثير كثير اخي الله عز وجل الله عز وجل يقول قضى ربك الا تعبدوا الا اياه صحيح ايش اكثر فيها وبالوالدين احسانا صحيح فشوف من الاحسان الوالدين تعاملك معهم مباشر بالاحسان كذلك هديه تهديها لهم والله حتى اللي متوفي من والديكم حتى لو والدته متوفي يعني بعضهم من خلف الشاشات يقول لا انا امي متوفيه كيف اقدر اقدم لك بالعكس في عندك امور كثيره تقدر تبر فيها والدتك صحيح زيارتك لاقاربها الناس اللي تعز عليهم وكانت عايشه غير كذا التبرع مثل هالوقف هالوقف هذه مباركه وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له سبحان الله فالصدقه الجاريه ديت يعني أكبر. تخفف من الذنوب يعني تنزل رحمات عليهم في القبر كده ولا فيها ما دام جالس في القبر كده يلاقي رحمات بتتنزل عليه في القبر ده ولدك يتبرع عنك ايش هذا واحد هذا واحد من العيال يقول ذاك اليوم يقول عبد الكريم تحلمت حلم ايه يقول تحلمت ان ابوي جاني عطشان الله عطشان يقول في الحلم يقول ميت الله يرحمه يقول والله وجيت مره عطشان واروح اسال شيخ كيف ما كيف قال هذا انتم ما تصدقون انتم مجحفين عيد بالحق ابوكم الله اكبر مقصرين يعني ايه وش سوى اخوي انا ذا؟ جاء حط الثلاجه عند البيت يجون العمال يجون حق البلديه العمال ايه مويه حلو براد يصبون منها ويشربون منها ما سبيل يقول جوني من بكره ابوي يقول مبسوط
الله أكبر. يقول مبسوط، يقول مسف الوجه. سبحان الله. شوف الصدق صدق لا قدر كلها ما تكلفك أصلاً شيء. ما تكلف. يعني حتى الوقف في السهم الوقف 100 ريال، 100 ريال ممكن تتعشى فيها وت. أي والله والله تدفع أكثر. والله في ناس إنهم يدفعون مبالغ على أشياء تافهة. إيه صحيح. ادفع مبلغ في وقف الأم في أي جمعية. صحيح. عشان إيش تصدق لوالديك. صحيح. ما أنت بخسران شيء. لا والله ما تخسران. ادفع حتى لو ريال. يا اخي انت 10 ريال 5 اللي عندك ما عندك استطاعه انشر خل غيرك يدفع. تديلك ريالين في الوقف تدفع. هو السهم هي نظام اسهم، السهم اقل شيء اللي هو 100 ريال، 100 ريال اتوقع انه ما هي واجده يا ابو محمد. مطعم تعشبه طال عمرك تدفع اكثر منها والله. والله تصرف اكثر منها. فانت هذا الباقي يعني ادخر في مقوله، شوفها مكتوبه في تويتر وتوردونها الناس ترددونها، اللي هو ادفع ادفع او حول فلوسك لبنك الاخره. لا اله الا الله، يبقى لي وهذا اللي يبقى لك. صحيح والله هذا اللي الناس فيها خير يا رجل. انت نتفق يا شباب، نتفق اللي ما يقدر اللي ما يستطيع انه يتبرع ينشر زين، يكون شريك في العمل باذن الله. طيب باذن الله. ابو مكي حبيبي انت غبت ابو مكي، انت طلعت في بيت الكبير قبل فتره صح؟ طلعت طلع في سهره الجنوب طلعت. اي الحمد لله. ايش جديدك ابو مكي؟ ايش سويت؟ والله انا عندي عمل سويت له انتاج جديد ونزلته على اليوتيوب الحمد لله، اسمه يا من يرى، كلمات من التراث ولحنته انا بالالحان اللي جديد الحين جديد. ايه ونزل نزل على اليوتيوب. اليوتيوب حلو. اسمع حصري شوي. الله. قبل الحصري لك لك قناه في اليوتيوب. ايه محمد نزل محمد مكي القى 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 الجوده بيها. طب نسمع مكي شوي الحصري. غلط فيها الحين. غلط فيها الحين. يا سلام. طيب يا جماعه تخلي يشوفونا لا انتم. ابو مكي يستاهل ريتويت والله. والله يستاهل. العمل بينزل ان شاء الله في حساب في تويتر. وسوي رتويت ولعب سووه ان شاء الله. وما قصر تويتر بكم. نزل حسابك سوي رتويت الحين. نزل حسابك. نزل حسابك. والله اني لا اسوي لسه سوي رتويت. والله اسوي رتويت اجبر رتويت طال عمرك ابد. فين حط الجوال؟ شو مزبن الجوال؟ التغريده مثبته. ممنوع ممنوع الجوال. تغريده مثبته عندك؟ لا 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 حطها مثبته عشان نشوف. لسه ما نزلتها؟ نزل نزلها حبيبي. ينزل على طول. ما لقينا شيء. سمعنا وانت نزل سمعنا. صدى. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعيد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعيد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رديت فأي باب أقرع. ده طبعا مقطع من الانشوده. والله اهلي والله ما شاء الله يا غير حتى اسئله رتويت الحين على طول اسئله رتويت يا ولد. لا من كلماتكم انا اللحن على اي لحن ده لحن جبته كده ودمت كلمات من كلمات من التراثيه. مقام ايش ابو مكي؟ والله ما ادري المقام. لا هذا مقام لا اعرفه. هذا الصبا صح؟ لا لا مو الصبا، هذا مقام الصوت الصولو. صولو ميديا ما في صح. لا هذا ما شاء الله عمل جبار. هذه كلمات مين ام مكي؟ هي من التراث ممكن الامام الشافعي وعلي بن ابي طالب، لان دمجت معاه كلمات ثانيه اللي هي موال تركت باب الرجاء، هتلاقيه برضك في العمل يعني بعد زياده على طول معاه يعني. والله ما شاء الله شوف الاعمال هذه اذا اذا يعني الابيات مثل علي بن ابي طالب كرم الله وجهه او كبار الشعراء على مدار التاريخ اذا وثقوها مثل محمد ما شاء الله تبارك الله يعني بصوته. أيوة تجيك اجمل وتوصل للناس عرفت؟ الله يعطيك العافيه. والله ما شاء الله تبارك الله. ابو مكي طلبت منه طلب كمان في الفندق. في الفندق ايه بس تجي ومره سمعنا سمعنا. انا كنت ابغى اقول سمعنا. لا والله لا سمعنا. لا لا ما بردك الروم في اي شيء يا بعد. طلب مني ما بردك في اي شيء. لا ما في والله قلت له والله انزلها بقناتي والله حبيبي والله والله ابشر انزل مصر واسجلها وبنزلها وانا لك على رتويت مع صوره ما عليك حبيبي والله. يا محمد عشان اسوي رتويت اخش اقسم بالله يلا خش سوي بسم الله حبيبي. ثاني رتويت الله اكبر الله اكبر. ثاني رتويت محمد الحين بسوي رتويت بسم الله. اقوى واحلى رتويت طال عمرك. طبعا بدر عشان بقعد اتحايل عليه سوي رتويت سوي رتويت بيسحب علي بس دلوقتي. لا ايش يا محمد والله اشر على الهواء اشرت على الهواء الجوال هاك ايه هاك
ركب السرك لا السري ما اقدر اعطيك لما طل رجمني طال عمرك على هوا الارى لي حبيبي والله لا هذه ما شاء لما طل مطار